قاسم عبد الحسين علوان، ولادة واسط، 1/5/71. أحب النساء بس مو علاقات عاطفية. ماكو أي خلاف، بس يعني هو يتوهم أكو خلافات، بس هو ماكو أي خلاف. زيارتين فقط، وزيارة عمل سويت إعلان للمركز، مركز زراعة شعر، هاي سنة 85. كنت بالفرقة، فرقة الأطفال بالمؤسسة العامة لإذاعة التلفزيون، منشد. أمي وبنتي البكر. علاقتي بكاظم دلل قديمة، بحدود صار لي تقريبا 25-26 سنة، لأن كان هو مطرب وأنا موسيقي، كانت تربطني بي علاقة عمل. تدخين، ما حد سوى بي مقلب، بس مريت بمقالب قبل ما ينتهي المقلب أو بدايته أحس بي، لأن عندي سرعة بديهية وفراسة من فضل الله، فأضطر أن أكمل. أبد ما أشوف تعليقات، لأن الناس أذواق وكل من ذوقه. أعزف عود وأعزف أورجن، والإيقاعات كاملة، كل الإيقاعات أعزفها، بس الآلة القريبة عليه الأورجن. خلي نحب بعضنا ونحب بلدنا، يكفي.